روائع فنية منوعة وحضور مميز في النسخة الثانية للمعرض الجماعي ما وراء المدينة الذي استضافته الرابطة الفرنسية في دبي، وبمشاركة عدد من المبدعين والأدباء عبر أعمال تناقش قضايا الجمال والمساحات والمفاهيم في الحياة المدينية. الرابطة تقريبا موجودة في دبي أكثر من 30 عام في هذا الموقع، تهتم بتعليم اللغة الفرنسية. تجربة فنية مميزة لعدد من الفنانات الفرنسيات المقيمات في الإمارات. اخترنا العمل معا تحت اسم رؤى الأنوثة، وعبرنا عبر الفن عن مفاهيم ورؤى تفسر جمال المدينة. أنا دائما متحمسة للقاء سيدات فنانات فرنسيات في مدينة مثل دبي الذاخرة بالأحداث في كل من المجال الفني والثقافي والاقتصادي. كل هذا الثراء الثقافي الموجود في المعرض يثير إعجابي، لذلك أنا سعيدة بأن أكون هنا هذا المساء. قصص مفاهيمية ترويها أعمال المعرض عن المدينة بشكل عام، تصف جماليات المعمار في دبي كنموذج للمدينة، وتؤكد دور الرابطة الثقافية الفرنسية في تعزيز التبادل الثقافي وتمكين العلاقات بين الإمارات وفرنسا. المركز الفرنسي في دبي، المهمة الأولى للمركز الفرنسي هو بوابة للثقافة الفرنسية والفرانكوفونية في الإمارات. ضيف الشرف في هذا الحدث كان الشاعر الإماراتي عادل خزام، الذي شارك بعدد من قصائده المستوحاة من حياة المدينة والتي تتماشى وأجواء المعرض، قدمها باللغة العربية، وقامت الروائية المغربية رجاء ملاح بترجمتها إلى اللغة الفرنسية. طابق الخمسين لا أرى البشر بشرا، وإنما نملا كثيرا، والسيارات قطع حلوى حمراء وصفراء، والطائرات نسور أغنية سعيدة. حقيقة أشعر أن مشاركتي في هذا المعرض هي مشاركة رمزية فقط، كون المعرض يضم أعمال فنانات من فرنسا مقيمات في دبي، وبالتالي يقدمون رؤية بصرية لمظاهر المدينة ككل. أعمال فنية معظمها تتحدث عن جماليات المدينة، هناك تركيز على الجانب الأخضر من المدينة، من بين العمارات تجد هناك لقطات للجوانب الخضراء والشجر، بما يعمل نوع من الانسجام المفقود بصراحة بين الأرياف خلينا نقول، وبين المدينة التي دائما ينظر لها كأسمنت وإلى آخره. لكن من يعيش في مدينة دبي على الأقل يرى أن هذا التوازن موجود. تجارب فنية مختلفة شهدها المعرض تحكي عن أنشطة الرابطة الفرنسية في دبي ومشاركتها الفاعلة في مناشط الفنون في دبي والإمارات.